زملكاوية بالوراثة لكن ملهاش في الكورة، بدأت بالإعلانات لكن هي مش موديل. قالوا إنها فتاة أحلام الشباب ومعروفة بجرأتها في إطلالتها لكن ملهاش في أدوار الإغراء تماماً، وعمليات التجميل مش في قاموسها. سارة سلامة بتختفي لفترة طويلة وبتفكر في الاعتزال، فيا ترى إزاي دخلت الفن رغم رفض أبوها؟ لسه اختفائها عن الساحة الفنية. أسرار في حياة سارة سلامة ومعلومات عنها تعرفوها لأول مرة. سارة سلامة زي ما بيتقال عنها كده جمال ودلال، ليها ستايل ودماغ لوحدها كده، بتعرف تبسط نفسها وتعمل اللي يعجبها وتلبس برضو اللي يعجبها، وماشيه في حياتها بمبدأ كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. شربت الفن من صغرها وكانت بتلعب باليه، والوراثة بقت فنانة. كانت بتروح مع أبوها الفنان أحمد سلامة المسرح وليكوشن التصوير، وحبت الأجواء جدا وقررت تدخل المجال لكن أبوها رفض. أيوة كان شايف إن شغلنا متعبة وهو مش عاوزة تتبهدل زيه، لكن هي راسها وألف سيف تمثل. إدها الفرصة واعتمدت على نفسها، وبدون واسطة قدرت تثبت نفسها وبدأت في مجال الإعلانات موديل، ونجحت جدا زي إعلانات لشركات اتصالات ومشروبات غازية. ده غير كمان كانت سلمة ليها وبداية، ومن بعدها دخلت الفن. وأول عمل ليها كان مسرحية كوكب ميكي، ومنه دخلت الدراما. شاركت في مسلسل ربيع الغضب مع الراحل عزة العلي، وكانت دي الانطلاقة ليها بداية شهرتها الحقيقية في 2012، وشاركت في مسلسلات كتير زي الهروب، موجة حارة، الأجهر، وابن حلال، وده المسلسل اللي كانت نقطة التحول في مشوارها الفني، ومن بعدها اختفت تماما والكل كان مستغرب وبيسألوا راحت فين وهل هتعتزل ولا لا. فزارت سارة سلامة وقالت أنا مش بحب فكرة الاختفاء ده، بيطرد علي أعمال كتير لكنها إغراء، وأنا ممثلة مش موديل، والأعمال مش مناسبة لي وما فيهاش رسالة، لو ما لقيتش حاجة كويسة أعملها أعتزل. ولكن هي قريب هيتعرض ليها مسلسل نقطة سودة وهترجع للساحة، ولكن هتختار بعناية الدور ومع مين. اللي بيميز سارة رشاقتها وإطلالتها المبهجة الجريئة وملامحها كمان الجميلة، واتقال إن بسبب ده دخلت في خلاف مع والدها الفنان أحمد سلامة، لكن هو قال قبل كده قلت لها ما تعملش كده تاني، لكن مش درجة خلاف، قلت ان الافكار اللي هي شايفها وكل جيل شايفها صح تنفع في الخارج، لكن احنا هنا في مجتمع شرقي ما ينفعش نتخطاها. هي وجهة نظرها انها مش بتعمل حاجة غلط وما عندهاش خبرة، علشان كده هي قالت انا مش عايش غير كده ومش هتصرف على اساس الناس عاوزة تشوفني ازاي، وانها حرة في اللي بتحب تلبسه، وانها ممثلة مش موديل علشان الناس تقرر ليها تلبس ايه او ما تلبسش ايه، وكمان شايفة ان احنا مش موجودين في الدنيا يعني علشان نربي بعض. سارة سلامة عندها 8 اخوات غيرها، 7 بنات وولد، رغم كده مفيش حد مشهور ودخل الوسط الفني واكتسح الترند زيها، فأبوها مستحيل يكون ضدها في يوم من الأيام أو يجي عليها، بالعكس قال أنا لما أعمل كده مين هيكون جنبها، ومتوقع ليها مستقبل كبير وشايفها موهبة وبتعرف تختار أدوارها بعناية. في البداية كانت بتتأثر بانتقاد الجمهور ليها، ولكن واحدة واحدة بقت تكبر دماغها ومش فارق معاها هي بتقول ايه. سارة ملهاش في عمليات التجميل وبتقول ان عمرها ما عملت اي تغيير في شكلها وجمالها طبيعي. كتير ما يعرفوش ان سارة زملكاوية، ولكن بالوراثة ملهاش في الكورة، مش بتفهم فيها ولا تحب تتكلم فيها، بس البيت كله زملكاوي فهي كمان بقت زيهم.